طيب، تفاصيل تمرين الاهلي واكتمال الصفوف معنا من ملعب التيتش الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي. مساء الخير يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تحطنا في الصوره من تفاصيل التمرين. كل التحيه والتقدير ليك استاذ ابراهيم، باشمهندس عادل القيعي، كل جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه يمكن النهارده زي ما قلنا يعني يوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي يوم عظيم، بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كان يوم عظيم، لان زي ما بنقول اكتمال صفوف فريق النادي الاهلي وعوده المصابين ده امر مهم جدا. خلاص زي ما النادي الاهلي عودنا والجهاز الفني، الفرحه انتهت، تم غلق صفحه الملف الافريقي تماما، وقلنا يمكن اللي بيميز النادي الاهلي والجهاز الفني هو الفصل بين البطولات. امر مهم جدا، الرغبه متجدده، الدافع موجود، الروح موجوده، لكن لابد تكون بكامل تركيزك في بطوله الدوري العام. عندنا عدد كبير من المباريات في وقت قليل، محتاجين نجمع نقاط بشكل كبير. ده كان حديث مستر كولر النهارده مع فريق النادي الاهلي قبل انطلاق الميران اللي النهارده كان في تمام الساعه 6. لكن زي ما بقول لك النهارده الحقيقه شهد التدريب بعوده مروان وديانج بكل قوه في جرعه تدريبيه كامله النهارده. نضيف عليهم كمان ياسر ابراهيم، النهارده زي ما بنقول مشهد مميز، كل اللعيبه الحمد لله رب العالمين من فتره كبيره، كان عندنا عدد كبير من الاصابات، لكن الحمد لله مجهود كبير جدا بذل من الجهاز الطبي، دكتور احمد كابالا، كل الحقيقه الجهاز الطبي بذل بشكل كبير عشان يتم تاهيل اللاعبين في هذه المرحله الدقيقه جدا، لان احنا محتاجين كل لعيب في صفوف النادي الاهلي خلال هذه المرحله، سواء في بطوله الدوري العام او طبعا التحضيرات اللي لها حسابات خاصه بشكل كبير جدا في مباراه النهائي امام الترجي التونسي. النهارده تدريب يعني استغرق اكثر من 60 70 دقيقة، النهارده كان فيهم شغل بدني، فيهم شغل تكتيك، فيها تقسيمة النهارده كانت مميزة. وسام أبو علي كمان يمكن الناس اتكلمت وقالت عنده كدمة في الكتف، ممكن ما يشاركش في التدريب، ممكن يكون خارج القائمة بالنسبة لمباراة الإسماعيلي. بنأكد على وسام، الحقيقة ظهر بشكل طيب جدا، هو عنده من الفدائية والروح الكبيرة إن هو يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي في هذه المرحلة المهمة. فالحمد لله يا باشمهندس علي أستاذ إبراهيم، الأمور مطمئنة جدا لفريق النادي الأهلي. الحمد لله تدريب النهارده عدى بسلام، يتبقى تمرين وحيد غدا إن شاء الله بإذن الله قبل التوجه إلى برج العرب استعدادا لمباراه الاهلي والاسماعيلي. الشناوي شارك في التمرين، في تمرين الحراس بشكل اساسي. بالتاكيد يا استاذ ابراهيم، يمكن الشناوي كمان يعني مش هنقول معلومه جديده، الشناوي كان مشارك في الجرعه التدريبيه الكامله قبل مباراه مازيمبي، لكن زي ما بنقول الجهاز الطبي بيتأنى بشكل كبير جدا في الدفع بقيمه كبيره زي الشناوي، لان المرحله مهمه جدا، محتاجين الشناوي يكون متواجد بكل قوته، جاهز بدنيا، جاهز فنيا. الحقيقه الشناوي اشتغل على نفسه بشكل كبير خلال المرحله الماضيه من التدريبات، تم تطبيق البرنامج التاهيلي بدقه كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله نشوف الشناوي في المباريات القادمه. مش عايزين ناكد ان هو يكون متواجد في مباراه الاسماعيلي او في القائمه، على قد ما احنا ان شاء الله باذن الله منتظرينه قبل مباراه النهائي يشارك في اي اجزاء من المباريات. وزي ما بنقول المباراه النهائيه لا حديث ولا ترتيبات كثيره جدا ان شاء الله. كريم نيدفيد انضم برضه لقائمه الفريق كامله، مش كده؟ الحمد لله كله موجود النهارده. بقول لك الشكل العام النهارده استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي شيء مميز ومبهج وبيسعد كل جمهور النادي الاهلي، سكواد متواجد بالكامل، الكل بيشارك تدريبات الكره، عشان كده نقول بس يعني لعيبتنا تحافظ على بعضها، الكل عايز يبقى ليه دور، الكل في حماس كبير، كله عايز يكون متواجد في ال 11 اللي هيشاركوا في اي مباراه. لكن النهارده الحمد لله طمانينه كبيره جدا، يا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبتنا، وان شاء الله باذن الله مباراه الاسماعيلي تكون انطلاقه جديده لكل لاعبي النادي الاهلي للمزيد بقى من النقاط، وايضا كمان اسعاد كل جمهور النادي الاهلي تحديدا في مباراه بطوله الدوري العام. الحمد لله، وباذن الله يعني الفتره الجايه نشوف صوره مختلفه للعوده المحليه عن الفتره الماضيه باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس، كلنا ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين وفي الجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده في بطوله الدوري العام وتحديدا من مباراه الاسماعيلي. التمرين بكره في نفس الميعاد ولا بدري شويه؟ يمكن عشان في طبعا سفر ومعسكر الى الاسكندريه، يمكن مستر كولر بدر التدريب شويه، يعني التجمع يكون الساعه 3 4 ينطلق المران، ومن بعدها مباشره كالعاده حافله النادي الاهلي تتوجه الى فندق الاقامه القريب من استاد برج العرب في الاسكندريه. ان شاء الله باذن الله لعبتنا توصل بالسلامه غدا وتؤدي تدريب قوي غدا ان شاء الله. وايضا كمان مستر كولر يكون وقف على التشكيل والشكل العام، لان هو الروتيشن مهم جدا، هنشوف عدد من اللعيبه ممكن ما بتشاركش، ده امر مهم نظرا لضغط المباراه الكبير، لكن ان شاء الله باذن الله تكون الانطلاقه من مباراه الاسماعيلي. ان شاء الله يا كريم، شكرا جزيلا ليك. شكرا كمان. شكرا. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد. اعتقد طمنكم على حاله الفريق بالكامل، وممكن تكون من المرات القليله السنه دي اللي بيكتمل فيها الفريق بالكامل، ما شاء الله كل العناصر رجعت وكل العناصر بتشارك في التمرين.